السلام عليكم. تحديث One UI 7 وميزات خارقة للعادة وخرافية حسب التسريب. لم يتم تفصيل واجهات One UI 7 من سامسونج والتي تم ربطها حاليا بإصدار منتصف إلى أواخر غشت من قبل أي شخص آخر غير عالم سامسونج الغرير أو الغزير الإنتاج Ice Universe على منصة ويبو. يتناول سجل التغييرات المشاع عنه جميع الميزات الجديدة التي استجلبها سامسونج مع أحدث إصداراتها على نظام الأندرويد في العالم. ستكون هناك أيقونات نظام جديدة وواجهة خلفية جديدة أو واجهات خلفية جديدة ومنطقة تحكم في الجزء السفلي من شاشة القفل واختصارات تطبيقات شاشة القفل المعدلة. تحصل الشاشة الرئيسية على عدد كبير من الأدوات بأحجام مختلفة. هناك واجهة جديدة لتطبيق الكاميرا مع One UI 7. ستمنح سامسونج المستخدمين خيار تقسيم القائمة المنسدلة بين الإشعارات وشريط الاختصارات أو التحكم. سيكون هناك أيضا رسوم متحركة جديدة كليا لفتح وإغلاق التطبيق، ورسوم متحركة جديدة للإشعارات، ورسوم متحركة جديدة لإلغاء القفل، ورسوم متحركة جديدة تعمل باللمس والرجوع. كما تشاهدون أعزائي الكرام أمامكم في هذه الصورة من Ice Universe، هنا كل الميزات الجديدة التي ستكون في One UI 7. Exclusive revelation of the current version of One UI 7 changes. كما تشاهدون هنا يذكر Ice Universe System Applications أو Application Icons Replaced, New Background Interface, New Control Area at the bottom of the lock screen, Adjustment وإلى آخره حتى نزولا إلى عدد large folders. كما تشاهدون هنا أعزائي الكرام عشرات الميزات الرائعة التي إن شاء الله سوف نشاهدها في One UI 7 بإذن الله في نهاية غشت بإذن الله. ما رأيكم أعزائي الكرام؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.